الحيزبونة رفضت تركبني الباص. ايه اللي حصل لغادة ابراهيم في جنازة الفنان سمير صبري؟ في الفيديو ده هنعرف اكتر عن اللي حصل للفنانة غادة ابراهيم وليه اتوقفت عن التمثيل تماما بعد اللي حصل في جنازة الفنان سمير صبري. انا محمد ابراهيم ودي قناتي. لو اول مرة تشوف القناة اتمنى انك تشارك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. حكت الفنانة غادة ابراهيم ما حدث معها، موضحة انها حاولت تركب مع النجوم الاتوبيس المخصص لنقل المشيعين للاسكندرية مع جثمان الفنان سمير صبري، لكن اعترضتها احدى الاعلاميات. والد غادة ابراهيم واحدة متعرفش ربنا، قالوا الفنانين هيركبوا الباص ورا الجثمان، انا اسكندرانية ومعايا عربيتي بس قلت نروح كلنا سوا. واول ما جيت اركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب. الهام بنت سعاد الهام شلبي، الله ينتقم منها، هي والهام بنت عفاف. وطبعا بعد اللي حصل ده وبعد الكلام اللي قالته الفنانة غادة ابراهيم، قرر نقيب المهنة التمثيلية اشرف زكي ايقاف الفنانة غادة ابراهيم عن التمثيل تماما. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.